انا احبابي اتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وصحه وعافيه جيده ان شاء الله، كما عودناكم دائما على هذه القناه هذه اللي هي قناه ديال المصداقيه ديال عمار شعيب. دائما منذ البدايه راه عمرنا ما جبناش حاجه من راسنا، عمرنا ما كذبنا عليكم، وماشي من الشيم ديالنا اننا نكذبوا على الناس اللي تتابعونا هنا في القناه واللي مدعمين القناه. المهم اللي كان اخوتي الناس كاملين اللي تيسولوا على عقود عمل واش غيكون قانون ما يكونش قانون، نقدر نقول لكم انه راه غادي يكون قانون، هذا مسألة أكيدة يعني ما فيهاش شك بأنه غادي يكون قانون إن شاء الله، لأنه جميع الشيء اللي شفت أنا وجميع داك الشيء اللي وقع وجميع الأشياء اللي قالوها يعني الوزراء هنايا لامورجيزي وزير الداخلية وكذلك الوزير الأول رئيس الحكومة ماريو دراغي، كل مسائل يعني تتبشر على أنه غادي يكون قانون. علاش؟ لأن جميع التصريحات تقريبا اللي خرجت بها لامورجيزي ولا حتى كذلك الوزير الأول رئيس الحكومة ماريو دراغي، كل مسائل يعني تتبين على أنه خاصو يكون قانون، خاص تكون تسوية للوضعية ديال الناس المهاجرين اللي تيجيو لنا لإيطاليا، وحتى كذلك الناس اللي تيجيو يعني عن طريق يعني الكونترادات. وهذا الشيء اللي أكدته الوزيرة ديال الداخلية لأنه كوطا ديال 2020 يعني قلال بزاف بالمقارنة مع الكثير ديال الطلبات ديال عباد الله، لذلك هذه المسألة هذه غادي تحتم على أن إيطاليا دير قانون، وفي نفس الوقت يعني تدعو كذلك أوروبا أنها تساعدهم يعني على الناس اللي تيجيو لنا دابا حاليا تيجيو لإيطاليا أنها تساعدهم يعني في أنهم يتحملوا حتى هما النصيب ديالهم من استضافة المهاجرين اللي تيجيو هنا لإيطاليا. وكيفما قال ماريو دراغي رئيس الحكومة على أنه يعني أوروبا خصنا نريحوا مع الدول ديال شمال افريقيا خصوصا من تيجيو يعني المهاجرين، انها تكون يعني واحد قاعده معهم وجلسه معهم لمعرفه يعني الاسباب لحل هذا المشكل هذا ديال المهاجرين اللي تيجيو. وهذا الشيء راه ما يمكنش يكمل غير لما كانت يعني واحد التنميه في هذه البلدان هذه ديال افريقيا، وكذلك يعني حتى لو كان الناس غادي يجيو مثلا من البلدان ديالهم ما يبقاوش يموتوا في البحر، هذا يعني من المسائل الانسانيه اللي تيتكلموا عليها على ان الناس ما خصهمش يبقاو يموتوا في البحر غرقا سيرتو العيالات والدراري الصغار، وخاص تكون واحد الشراكه مع الدول هادو باش يبدا يجي الانسان هنايا مثلا في هاد العقود عمل باش يجيو الناس يخدموا يعني بدون مشاكل. المهم على اي حاجه اي جديد ان شاء الله غادي تشوفوه في هذه القناه هذه ديال عمار شعيب، وكما عودناكم دائما على المصداقيه، ونتلاقى معكم في خبر ان شاء الله اخر، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.